واش الاخوان، نتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير وحسن الاحوال. مرحبا بكم في القناه ديالكم سوسي في امريكا في هذا الفيديو ان شاء الله. فقط هذا الفيديو الاخوان تعقيبي لواحد التعليق ديال واحد الاخ في واحد الفيديو اللي واحد الفيديو قديم شويه. هذا هو التعقيب الاخوان، هو هذا كما كتشوفوا الكومنت ديال هذا السيد هذا. المهم كما كتقراو كما قريتو في الكومنت، قال لك سيدي، واحد السيد يعني مشى الميريكان. اسمحوا لي الاخوان، واحد اللعيبه كانت بطيح عليا. المهم الاخوان، قال لك سيدي مشى بواحد الدبلوم ديال الجارديني، احتراماتي للخدمه ديال الجارديني، تحية لهم من هذا المنبر. المهم قال لك يعني وماشي تا الدبلوم ديالو يعني غير شرع، فخاصني ضروري نجاوب على هذه المغالطة، لأن هذه مغالطة خطيرة جدا الإخوان. ميمكنش ليا ندوز هذا الكومنت هذا يعني ندوزو غير هكاك، يعني ضروري خصني نعقب عليه ونصحح هاد المغالطة، باش ما حيت كاين اللي غيقرا دابا هاد الكومنت هادا وغيطيح في هاد لاميرد وهاد الخطأ الفادح القاتل اللي كيسوق هاد السيد هذا. مع احتراماتي ليه، يعني حنا كنهضرو في اللوجيك وفي المنطق. فأولا ديبلوم ديال جارديني ما كتاخدش عليه الفيزا ديال الميريكان ملي كتخرج ديك القرعة في حالة الفوز، هادي أول حاجة. ثاني حاجه الاخوان ديالي، ما كاينش شي حاجه سميتها كتشري ديبلوم وكتدفع للقنصليه وكتمشي به، لان الديبلوم ديالك مثلا الا كان يعني حاصل على واحد المعدل اللي كيخول لك انك يكون عندك يكون داك الديبلوم موازي لشهاده البكالوريا اللي كتدخل للسيد باش تشوف البونت ديالك، خاص تكون عندك ليكسبيريونس على داك الدبلوم المقبول، خاص تكون عندك تجربة كافية باش تقبل، وهذا الشيء كامل وما مضمونش لك انك تاخذ الفيزا بداك الدبلوم. هذه حاجة مفروغ منها الاخوان بلا ما يضحك عليكم شي واحد. يعني الدبلوم خاصو يكون ديبلوم لي عندو البونت، يعني المعدل حاصل على المعدل باش ممكن انه يوازي البكالوريا. فهاد الاخ هذا الا كان هو اللي خلق هاد البلان هذا، فخويا ما تبقاش تكذب على الناس، هذه اول حاجه. الا كان داك السيد كيكذب عليك، انا ما عرفتش، انا ما غاديش نقدر نحكم لانني ما عرفش، لان ممكن يكون داك السيد عنده الباك وقال لك ديك الهضره، ممكن عنده الباك زائد عنده داك الدبلوم مثلا. المهم يعني ما عرفتش انايا كيفاش دار، ولكن الحاجه اللي مأكد منها الاخوان ديالي هو ان ملي كتخرج لك القرعه الامريكيه، فمن الافضل ومن الاحسن ومن الاضمن، ضامن لك والضمن هو الله، المهم الحاجه اللي مضمونه عندك هي انك يكون عندك الباكالوريا ديالك باش تيفيتي المشاكل. حنا ما كنقولوش هذا الشيء باش بنادم نطيحوا ليه المعنويات، وكاين عاوتاني اللي كيدخلك واحد الدوامه ديال لا وانتوما حاسدين بنادم وخلي كل واحد ورزقه. راه حنا كنهضروا بالمنطق، ما كنهضروش حنا بالعاطفه ديال لا رزقه كل واحد ورزقه. راه عارفين حنا كل واحد ورزقه، كل واحد الله يسهل عليه من عندنا يحيدوا كاع على الباك، يديروا ليها يديروها بالابتدائي كاع، يديروها بالسيزيام بالسادس ولا بالخامس، انا ما عنديش مشكل. ولكن هادو القوانين ديال ديبارتمنت اوف ايميغريشن ديال يو اس اي ديال الميريكان، هادو القوانين اللي حاطين، البارم اللي حاطين لك ديال الشروط، يعني ماشي هير يعني ماشي هير هما عشوائي داكشي بالعاطفه. قال لا، الله يرحم ليك الوالدين، هادو هزنا وخلينا ندوزو نشدو هاد الفيزا هادي، الله يرحم ليك الوالدين. راه ما كيمشيش الامور بهاد القضيه. الانسان دابا كتقول لي هادشي، كيقول لك واش انت حاسدو
ولا الارزاق بيد الله، وانت خلي كل واحد يطونطي لا شونس. وما تعرف راه ما كايناش هاد الهضره الاخوان، اخوان ما كايناش هاد الهضره، راه خاصك تحط ليهم الامور كما عاطين لك هما، عاطين لك واحد واحد الكونديشن، خاصك انت تحترم ديك الكونديشن اللي حاطين لك. ذات سيت، كاين لا 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 وهنا وليه ومن هنا ومن اللي وايشوف كيفاش. داكشي راه ما كاينش في امريكا الاخوان، باش نكونوا واقعيين. وما قالوا ليك الباك ديبلوم كيعادل الباك، خاص يكون عنده نقاط، وشوف شوف ديبلوم ديالك واش عنده المعايير، واش هادي واش هادي واش يعني، باش انك تفادى هادشي يا اخوان الباك. اما هاد السيد هذا مع احتراماتي ليه، فهير كيخربق، ما كايناش هاد الهضره هادي، كنتحداه ما كايناش هاد الهضره هادي. فيا اما داك السيد كما قلت لكم طلق عليه، عندو رباك طلق عليه، يعني هادي مساله عاديه بنادم، لا راه مشيتها بديبلوم ديال كسال ولا هادشي، راه هادشي جاري به العمل، فهمتي؟ حيت حنا كنسمعوا بزاف، ما كان يعني اضعف الايمان تمشي على السيت اوفيسيال ديال الدي في ديال اللوطري ديال الميريكان، وغتقرا داكشي كامل اللي حاطين ليك تما، صافي غتقراه، ما كتعرفش اللونجلي، غتشرح داكشي يعني باراغراف مع كل باراغراف تشرحها بوحدها، تفهم مزيان وتقرا داكشي مزيان بلي ديطاي ديالها، غتفهم اخويا باللي راه القرعه الامريكيه عندها واحد الكونديسيون، عندها واحد الشروط ديالها، خاصك تحترمهم. هادشي كنهضروا الا تقبلتي في القرعه، ملي كتمشي تجمع الوريقات ديالك وتجمع المسائل ديالك وتقاد الطوسي ديالك ودير الطوسي ميديكال ديالك والمسائل ديالك وتترجم الاوراق والمسائل والدبلومات وداكشي، لانك راه كتمشي تتلاقى مع الاوفيسر اللي كيكون في 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 في, في القنصليه، راه هذاك هو اللي كيطلب منك ديك الشهاده، راه ما كايناش هذيك الهضره، راه ما غاديش يقول لك جيب لي الشهاده ديال جارديني كمان اصاحبي، ولا يقول لك ديال شهاده ديال كسال، ولا شهاده ديال، مع احتراماتي لهاد المهنه، حنا ما كنطيحوش من المهنه، ولكن كنطيحو من بنادم اللي كيبدا يطلق عليك، يطلق عليك الكذوب، يقول لك شي حاجه ويبدا يكذب، يقول لك لا وكاين هادي، وبنا واحد مشى بديبلوم ديال واحد ديبلوم عنده من 2010 ديال الخياطه، راه دفعو حتى هو وراه تقبل ولا شي، ما كايناش هاد الهضره الاخوان. باش هادي فقط تعقيب على هاد الكومنت هذا، بغيت نصحح هاد القضيه باش بنادم ما يمشيش غلط، حيت دابا شحال من واحد يتكبى يشوف دابا الكومنت يقول لك واه حتى انا راه عندي الشروط غنمشي ندفع، غيجي واحد اخر حتى هو حتى انا راه عندي الشروط غنمشي ندفع، غيجي واحد، يعني غتكون واحد العشوائي، وكاين اللي غيتقبل، هذا هو المشكل، كاين اللي غيتقبل غيتعزل من الناس هادو، وغيخسر الفلوس ديالو، وغيخسر رزقه، واحد القليله الاخوان راه واحد 2 مليون غتخسرها في هذا الشيء، في هذه لافير هذه كامله، جوج ونص حتى ثلاثه على حسب، يعني الوراق وطلع وهبط والترونسبور وهادي 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 وهادي، راه واحد بعدا على الاقل غتخسر واحد 2 مليون على الاقل، يعني كامل في هاد لافير غتخسر واحد 2 البريكات، وفي الاخير غيصدمك غيقول لك اودي راه سمح لينا بالزربه، راه هادشي اللي هاد الدبلوم هذا راه ما هادشي ديالك راه ما كاملش، خصك الباك مثلا، اشنو غادي دير في هاد الحاله؟ غادي تبقى غتشد راسك. يعني الاخوان باش ما نطولوش هاد الفيديو هذا، من الاحسن من الافضل ديما كنقولها انه يكون عندك الباكالوريا ديالك، الباكالوريا ديالك حاول تشد الباك ديالك، قرا خويا حتى تشد الباك ديالك، ولا عندك السنه ديال الباكالوريا مثلا، داك العام في القرعه مثلا في شهر 10، وانت داك العام غتقرا الباك، انت داك العام عندك الباك مزيان، دفع اخويا، حيت الا خرجت في شهر 5 مثلا والامتحانات عندك في شهر 6 تقبلتي، راه عندك الامتحانات، تقاتل عليها وشد الباك ديالك. هادشي اللي كاين الاخوان، تحياتي ومع السلامه.